All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وفي مقطعنا اليوم راح ناخذ ايش راح يصير لو سلمت نفسك للشرطة. فيلا نخش في المقطع. طبعا كلنا نعرف انه لما ترتكب جريمة غالبا الشرطة راح تجيك، وحنا دائما يا اننا نحاربهم نقاوم او اننا نهرب. لكن في خيار ثاني ممكن معظمكم ما يعرفه، اللي هو خيار السيرندر او خيار الاستسلام. تقدر انت بآرثر مورغان تستسلم وتسلم نفسك للعدالة. ففي هذا المقطع راح نشوف مجموعة من القصص او الكاتسينز البسيطة النادرة جدا والغريبة اللي راح تحدث لك، وفيها يكون اعضاء العصابة يطلعونك من السجن بطرق فنية رهيبة. اولا، ايش راح يصير لو دوتش طلعك من السجن؟ Gentlemen, I bring libation. You have been a very silly young man, Tacitus. When your uncle hears about this, there will be healthy pay in Newport. I'm real sorry, cousin. I must moderate my approach to wine. Oh, you must. Good day, gentlemen. God, wouldn't it have been easier just to shoot them? Come on, we should split up. Get out of here. They'll probably hang you, buddy. You coming, buddy? What kept you? Thought we were gonna get to see you swing. Charm. طبعا زي ما شفتوا، يعني كالعادة دوتش يعني دائما عنده خطط، يعني ما يحتاج. طبعا زي ما شفتوا، يعني اول مرة جاهم دوتش مشى عليهم هرجة انه يعني آرثر دائما يسكر ويسوي اشياء غبية، ومشى الهرجة يعني على القسم هناك وقدر يطلعك، وضعنا تمام. المرة الثانية والله مرة ارتجالية ويعني شغل درعمة، على طول فجر السجن وطلع آرثر زي ما شفتوا. فصراحة يعني دوتش always have a plan، دوتش دائما عنده خطط. فصراحة الطريقتين اللي طلعك بيها جدا جدا جهنمية. طيب ايش راح يصير لو خوسيا طلعك من السجن؟ Hello fellas. Let's go. Thanks, Hosea. Of course. How'd you find me? When you didn't show up at camp, I put two and two together. Now, get out of here, quick. Hello, fellas. I owe you one. You do the same. How'd you find me? Ain't too many fellers in this town fitting your description. Now go before someone sees you. طبعا زي ما شفتوا، يعني خوسيه معلم، يعني ما يمشي الا على خطه مدروسه، وما يمشي الا هو حاسب خطواته من الالف للياء. طبعا اللي شفناه خوسيه كان معاه اللي هو شراب ورايح لي اللي هو القسم، بعدها راح يكون طلع آرثر. فما عندنا تفاصيل كثيرة عن ايش صار جوا، لكن الظاهر انه اعطاهم يعني شراب خلاهم لين ما يسكرون، بعدها راح يطلعك من السجن. فصراحة يعني طريقة خوسيا ما فيها حماس زي دوتش يعني. فهذا اللي راح يصير لو خوسيا طلعك من السجن. ايش راح يصير لو جون مورستن وتشارلز طلعوك من السجن؟ Ha ha ha!
صراحة أفضل كاتسين هو كاتسين جون وتشارلز، صراحة يعني فخامة فخامة جدا. طريقتهم وطريقة دخولهم وتسجيل دخولهم كانت نارية جدا صراحة، والهروب عاد لا أحكي لكم زي اللهب. صراحة بالنسبة لي أنا أفضل شخصين يطلعوك من السجن هم تشارلز وجون. إيش رح يصير لو أبيجيل طلعت جون مورستن من السجن؟ Crap, Jim Milton, I've had it with you, I've had it with you! Deputy, can we just cut to the chase and hang this sick bastard ourselves right now? Can we? Ma'am, can we please? I'm quite sure that's the legal process, okay? In that case, forgive me. You're a degenerate. A failure. Getting mighty sick of this. I love you too, darling. Get lost. Just for a bit, but gone. Get lost. طبعا زي ما شفتوا أبيجيل أعطت اللي هو الشيرف ضربة على رأسه وفاء على طول. فطريقة أبيجيل صراحة جدا رهيبة، ويعني طريقة ارتجالية وكاتسين جدا جدا رهيب. هو فخم لكن ما هو فخم زي جون وتشارلز. ممكن نحطها في المركز الثاني اللي هو كاتسين أبيجيل تطلعك من السجن. ايش راح يصير لو جون مورستن انسجن وما حد ساعده؟ Hey buddy, got a gift for you. Come on over here. Over here. Go on, get. طبعا جون مورستن شخص ذكي لا خلاف حول ذلك. زي ما شفتوا في القصتين، القصة الأولى جون مورستن سوى شيء واحد من اثنين، يا انه دفع الباونت اللي عليه للعسكري او انه رشى العسكري والعسكري طلعه. لكن اللي شفناه جون مورستن اعطى العسكري فلوس، بعدها العسكري طلعه. هذا هو الكاتسين الاول. الكاتسين الثاني يعني العسكري والله ماني عارف ايش الدوام هذا، نايم حالته حالة في سابع نومة وجنب جون مورستن. جون مورستن اخذ المفتاح وفك الزنزانة وهرب. فصراحة كاتسينات مخفية ممكن البعض منكم ما يعرفها، فحبيت اني اجيبها لكم واوريكم اياها في سلسلة ايش راح يصير لو. طبعا معظم الأوقات لما تمسكك الشرطة غالبا غالبا ترى ما تجيك هذه الكاتسينز السرية، هذه ما تطلع لك إلا نادرا. في الغالب في الغالب الشرطة تمسكك بعدها تفكك، يعني آرثر يطلع مع الباب زي ما تشوفون في الجيم بلاي، يعني يمسكونك ويطلعونك والوضع عادي. زي ما قلت لكم هذه الكاتسينز يعني نادرا ما تحدث. طيب هذه هي الكاتسينز السرية، قولوا لنا في خانة التعليقات إيش أكثر كاتسين أو قصة عجبتكم. بالنسبة لي أنا صراحة جون وتشارلز، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك لا يجيكم هدة الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.